مهند نوار. اليوم اليوم مشوارنا غير لاول مره. الحمد لله ما راح ياكل راسي مهند. هو قال لي انا متاخر انا متاخر بدي اخلص تصوير من شان مستر توك. اكيد طبعا دامنا الجيم بعد قريب من نفس المكان، فانا اليوم وايد حستغل هذا يعني الشيء. اليوم معنا كل النهار كل النهار معاكم وفاضيكم كل الوقت. نوار احنا اليوم جايين مكان وايد مهم وايد حلو نقدر نستمتع انا وياك فيه، ونخلي الكلاب بعد يستمتعون وياخذون راحتهم. وعلى فكره بدي اقول لك معلومه انه نحن جوا المول، ويمكن هاي الحاله النادره والوحيده بدبي انه يكون مسموح للحيوانات الاليفه جوا المول. شو القصه؟ رح نخبركم خلال زيارتنا لليوم. اكيد يلا مهند. لانه انا هاي اول زياره لإلي وجيت بعد نصيحتك، اول شيء بدي اتشكرك لانه حسب ما شفت لحد هلا كثير حلو المكان، في تفاصيل كثير لازم نكتشفها مع بعض، بس انت دائما متعود تجي هون انت وكلابك وانت عضو دائم بهذا المكان، خبرني عن اول شيء نوار. طبعا انا مستحيل اوديك مكان مو بحلو، تعرفي انت هذا الشيء، انا وايد مستانس انت جميتيني ووافقتيني الراي، لانه صدق المكان وايد راح يعجبك. لان تعرفين انت تحبين الشوبينج، تحبين تروحين كل مكان، ودائما كلبك تخليها عندك في البيت، فهذا المكان راح يخلي كلبك مستانسه وانت حتكونين مرتاحه، لان صدق المكان سكيور ونظيف ويهتمون بالكلاب وراح تستانسين فيه وايد، وفي كل الخدمات اللي الكلاب تحصليها عندهم هنا، بالاخص ان هذا المكان يعتبر من المراكز اللاكجري اللي هو بيت مي. لاحظت. طيب شو رايك نشرب قهوتنا ونكمل حديث؟ اكيد طبعا، هذا احلى شيء في الموضوع، احنا نقدر كاننا قاعدين في كوفي شوب. طبعا نقدر نشرب كوفي شوب هني ونشوف كلابنا قاعدين يلعبون صوبنا يعني وقاعدين يهتمون فيهم. يلا إذا لاحظت زاد الوعي أكثر عند الناس لتربية الحيوانات الأليفة، صرنا نشوف أو يمكن المشاهير ساهموا شوي، لأنه في هبة طلعت كل المشاهير كان عندهم حيوانات أليفة وتحديداً الكلاب من الأنواع اللي هي بتكون هي الكيوت أشكالها حلوة، فزادت رغبة الناس أكثر، صارت الناس فعلاً تهتم. هلا أنا كانت أول تجربة لإلي الصراحة وما كان الموضوع ببالي أبداً، كنت دائما واجه مشاكل بكيفيه التدريب، كيفيه التعامل، نظرا لانه ما عندي تجربه. اكيد نوار، خاصه بالكوارنتين اللي صار قبل ايام الحجر المنزلي، الناس اللي كان عندهم كلاب كانوا وايد مبسوطين ان عندهم حيوانات اليفه داخل بيتهم، تعرفي في الفتره هاي الواحد ما يقدر يطلع برا، تعرفي الاحوال زمن الكورونا تقريبا، فكان الكلب او الحيوان الاليف عندهم في البيت وايد قريب منهم، لدرجه اني في فتره وايد قاعد يسالون الناس ان يحاولون انهم يقتلون كلاب الناس او يشترون اوها. وايد صعب يحصلون كانوا في الفتره، لان كل حد السوق متروس، كحد بياخذ من نفس الكلاب. واذا بتتذكر كمان على فتره طلعت اشاعه انه الحيوانات الاليفه بتنقل الفيروس، فكان في صراع بين الاشخاص اللي يعني عندهم حيوانات اليفه، يا ترى بنتخلى عنهم او بنخليهم عنا. كان الموضوع عن جد الموقف كثير صعب، لانه
انت فجأة من اللا شيء بتلاقي في علاقة حب بتربطك انت وهذا الحيوان، بتحس انك انت عم تطلع من البيت عم تشتاق له، ما عم تقدر تتركه لحالك، صار عندك مسؤولية زيادة، مسؤولية إضافية عليك. كمان مهند كنت عم بقرأ من فترة دراسة أثبتت إنه الأشخاص اللي عندهم حيوانات أليفة هني أكثر سعادة، الأشخاص اللي ما عندهم حيوانات أليفة وهني قادرين دايماً يتحكموا بأعصابهم، بيكونوا هادئين أكثر ويكون عندهم صبر، لأنه إذا أنت كان عندك صبر إنك أنت تدرب حيوان أليف عندك بالبيت فأكيد رح يكون عندك صبر على كل شيء بحياتك. صح كلامك نوار، حتى أنا مرات لما أكون متضايق ولا شيء أحب أمشي الكلاب مالي برا، فأحس إني قاعد أفكر مع نفسي، أكون وايد مع نفسي فترة إني قاعد أمشيهم برا، أحس في وايد تواصل بيني وبين نفسي ومع الكلاب بتكون موجودة في هالفترة. كمان على فكرة بتحس حالك إذا أنت بترجع على البيت متضايق بيحسوا فيك، بيجي مثلاً لجنبك، مو محتاج منك تحكي، وحتى إذا حكيت فيك تحكي وأنت مرتاح، لأنه بالنهاية الطرف الثاني بدي لك شخص ثاني، الطرف الثاني ما رح يقول لك، ما رح يناقشك، بالعكس بتحس بحنانه، بتحس فعلاً إنه هذا الكائن الصغير قادر يحس بمشاعرك بلحظات الحزن بلحظات الفرح. بعد ما يدخلوا البيت صدقاً بيصير غيابهم عن البيت كتير صعب وفترة تحس بحزن كتير. صحيح، بالأخص حتى الكلاب نوار يحبوا الضيوف، ترى على فكرة أي واحد يزورهم في البيت هم يكونوا قمة وناستهم، سواء ما يعرفونهم او يعرفونهم يكونوا وايد مبسوطين. واذا كانت طبعا اذا كنت مع الكلب بروحك البيت تلقي هادي، طبعا معظم الكلاب تقريبا نص يوم هم بس نايمين يعني. صح. طيب رح نكمل كوفي وبعدين رح نكمل جولتنا. اكيد انا مجهزة اشياء وايد داخل على فكره، انا اعرف المكان وايد، بس انت رح تنصدمين من الخدمات اللي عندهم داخل. لكان رح سلمك المعلومات لك اليوم. اكيد طبعا معلومات عندك وعندي بتكون. نوار احنا الحين وصلنا لمنطقة المتجر، هاي اول شيء حاوريك اياه يعني تستانسين عليه وايد. المكان هذا يحتوي كان على وايد اشياء مثل الملابس والاكل اللي عندهم هنا. نتكلم اول شيء عن الاكل. اوكي، لو تلاحظي كل الاكل مع عليه صورة كلب، يعني فور اكزامبل الحين موكا حاطين صورة موكا موجودة هنا تقريبا، ان هذا الاكل خاص لموكا. الواحد اذا كان تعرفي ناس يقتلون كلاب جديدة ما يعرفون كيف يتصرفون مع الأكل اللي يأكلونه حقهم، وخصوصاً إذا كنت هاي أول تجربة لألك. الكلاب أكلهم بيختلف حسب النوع حسب العمر، وإذا الكلب أكل أكل مو أكله أكل أكل مو أكله، شفت الجملة طويلة حلوة بيواجه كتير من المشاكل رح يكون صعب بعدين حلها. أكيد طبعاً، وهني بعد منهم يساعدونك في فت مي، يقولش مثلا الكلب هذا يناسب هذا الاكل، هذا الكلب يناسب هذا الأكل. اوكي تمام، بيعطوك يعني نصائح كمان. أكيد. للاكل. وغير هالشيء نوارهم متميزين بعد بالاكسسوارات والملابس، لو تلاحظين عندهم هني نوار قسم خاص للمنتجات البريطانيه، كان هذه الملابس اللي يبونها هني كلها مختصه كلها خاصه يبونها من بريطانيا. حلو. ممكن ما راح تلاقين هذا الشيء بمكان ثاني الا عندهم هم، لان هم عندهم الوكيل الحصري لهذا البراند. ما شوف انا كثير عجبني انك انت اليوم ماخذ دور المرشد السياحي، احس كان المحل مالي صح، لاني دوما عندهم هني فاستانس صراحه. لا فعلا المحل كثير حلو، وخصوصا المتجر مغري، بخليك دائما حابب تشتري حابب تاخذ قصص كذا، كثير حلو المكان، حلو التنسيق. بس مهند انا سبقتك وعملت شغلي واخذت معلومه، هذا القسم كامل لمعدات تدريب الكلاب. هلا بالنسبه لي كشخص ما عنده خبره بالتدريب، وخصوصا انا عم بحكي لك عن الكلاب اللي بتدخل مسابقات والكلاب اللي بتتجاوز مراحل، مو عن موكا وتو، انا بالنسبه لي كلهم مثل بعضهم، ماني عارفه شو الفرق. فرح نتعرف اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي، بس احذر انت شو رح تعمل هلا. انا اكيد بروح اشوف الكلاب شو صار فيهم، قاعد يسبحونهم حاليا او وصلوا مرحله استشوار، خلي الحق عليهم بنصور لكم بعد شو قاعد يصير داخل، وانا رح خبرك ضيفي شو قال لي. خبرينا بشوف الحلقه ان شاء الله. أوكي. يلا
مستر بول درغام، انت مدرب الكلاب الموجود هون بالمركز. اهلا وسهلا فيك معنا بالبدايه، وكنا نحن كثير مبسوطين عم نعيش هاي التجربه معكم. كمدرب لك فتره كثير طويله وما شاء الله عندك خبره حوالي 23 سنه اذا ما كنت غلطانه. خلال هاي الخبره شو هي انواع التدريب اللي قطعت فيها اللي فينا نقول كانت داعم لهي الخبره؟ مثل كل مدرب يبلش بشغلة صغيرة وبصير مع الوقت يتطور. بلشنا مع الكلاب الصغار، الكلاب اللي بقلب البيوت، ندربها على النظام والطاعة. قدمنا شوي لنشتغل مع السلك العسكري، تدريب الكلاب على مواجهة الإرهاب والمتفجرات والأنقاض وكل هودي. وبعدين هلأ بلشنا نعمل الكلاب للمسابقات الدولية اللي نحضرها من وقت ما يخلق الكلب ليتقدم للمسابقة. في أعمار معينة؟ هو أول فحص بيقدر يعمله على 15 شهر، ومن 15 شهر وما طلوع في عمل بدوية بيقدر يكفي كل المسابقات، بس أقلها يكون عمله 15 شهر ليقدر يشترك بأول مسابقة دولية عم نحكي. طيب خلال يمكن هاي التدريبات وخلال هاي الفترات هل كان في مشاكل معينة كانت بتواجهك؟ لا أكيد، بكل شغل في مشاكل. مشاكل الكلب بتكون عدم صحة اختياره أول شيء، لأنه يعني مش كل كلب بناسب كل شخص، وكيف نبلش مع الكلب نطوره كحياته وتعيش معنا، هيدي الأصعب المشاكل اللي بنواجهها. يعني الكلب لازم يتعود يشوف أولاد، يشوف ناس ختيارية، يتعود يطلع على الشارع يشوف العربيات، الموتوسيكل، الأصوات القوية، لأنه إذا ما تعود عليهم هودي ساعتها بتبدي يصير معنا مشاكل نحن وياه. سو الكلب بده مثل الولد بده يتعود على كل أنواع الحياة الموجودة حواليه تقدر يتأقلم معه، وقال بحس حاله بمطرح معين انه مش معود على هالشيء، ممكن يخاف او ممكن يشرس او ممكن يتفاجئ بهالشيء. سو من عمر صغير، يعني من عمر شهرين للعمر 6 اشهر، هني المبادئ الاساسيه لازم ياخذها الكلب عن الحياه الخارجيه برا البيت، عن الاولاد، عن العالم، كيف لازم يتصرف، كيف لازم يسمع الكلمه، اوقات الاكل، اوقات الفوتي على التواليت، كل هالنظام تبعه بهالعمر لازم ينعطى، مش بعد من شهرين لست شهور. كثير من الاشخاص راحوا يتبنوا كلب من جهه معينه، تقابلوا بالرفض، الجهه قالت لهم انه انتم اسلوب حياتكم غير صالح اصلا انكم تتبنوا كلب او تربوا كلب. شو هي البيئه المناسبه لتربيه الحيوانات؟ هو اهم شيء لازم نعرف انه الكلب هيدي روح بدها تعيش معنا اقله 10 ل 15 سنه. اذا ما عندنا الوقت اللي هو اهم شيء ما بنقدر نربي كلب. يعني الكلب ما فينا نجيبه نحطه بالبيت ونحن مفل. الكلب عنده حاجات جسديه وحاجات ترفيهيه ولازم يكون مبسوط ومرتاح. ممكن تفضلتي حضرتك قلتي عن هالشيء، اذا هني ما عنده الوقت الكافي او ما في حدا يكون مع هالكلب بالاوقات المطلوبه انه يكون معه فيها ما بيقدروا يعطوا اياه. وزياده التبني، وقت نتبنى كلب عم ناخذ كلب بعمر كبير، يعني ممكن يكون عنده مشاكل، ممكن يكون بخاف او شيء، اذا ما حسوا هالحدا رح يحبه فعلا، لانه هو اكثر شيء بيعوز حنان وعاطفه وطول بال ليكفي هو اياه، بحس انه لا ما لازم ياخده. الاهم شيء هون انه نحن نقدر نفهم انه الكلب هيدي روح وعنده حاجيات وعنده متطلبات لازم نأمن له اياها، اذا ما عندنا هالاشياء لا ما فينا نربي كلب. ومش بس من المطرح اللي حضرتك حكيتي عنه، حيالله كلب بالدنيا اذا ما اخذناه واعطيناه اللي لازم ياخده ما راح يكون مبسوط، نحن ما راح نكون مبسوطين كمان. صح، بدي استثمر وقتي معك لاقصى الحدود. بالنهايه حابه اخذ منك كم نصيحه او اذا فينا نقول خطوط حمراء. نعم. للاشخاص اللي هي اول تجربه معهم لألهم مع الكلاب. نعم. شو هي نصائحك الأساسية لازم يأخذوها بعين الاعتبار؟ هلأ لازم نعرف أنه الكلب عنده حياته وعنده فكره، يعني الكلب مش نحنا، مش مثلنا، يعني ما فينا نربي كلب على أساسه كائن بشري، لا هذا كائن حيواني عنده حياته الخاصة وعنده متطلباته الخاصة، لازم نحنا نفهم نعطيها. والكلب ما في ضل قاعد بالبيت، يعني اذا اخذنا كلب الراعي الارماني اللي هو جيرمن شيبرد ما في يقعد بالبيت كل النهار، هذا كلب بحاجه انه يركض ويلعب ويتنزه بالطبيعه. هون اذا ما عملنا له هودي بيكون هالشيء خطا لنا ولاله. هلا الاشياء الاساسيه لازم نعرف انه الكلب، اعطيك مثل صغير، موضوع النظافه ما بيخلص بجمعه او اثنين، موضوع النظافه بده وقت اقله شهر. يعني اللي بده يجيب كلب على البيت بده يعرف انه موضوع النظافه بده ياخذ شهر معنا. ما لازم يتسرع وما لازم ينفر من الكلب او يقول انه ما زبطت لا بلاها او كذا. يعني الكلب حيوان بيتقدم بيتطور كثير، بيوصل لمطارح رائعه اذا نحن اعطيناه هالشيء، بس اذا نحن طلبنا منه اشياء كثير بسرعه ما راح يلحق يعملنا اياها. صح، يمكن هو درجه ذكائه مختلفه عن باقي الحيوانات. هلا اذا بدنا نحكي فلسفه كلاب، الكلب ما عنده ذكاء، الكلب عنده ذاكره. كل شيء بتحطي له بهالذاكره، كل شيء بتقطفيها بعدين. كل شيء بتستثمر، يعني اذا ذاكرته اذا عبيتي له فيها هو صغير اشياء منيحه عن كمر بياخذ اشياء جيده. بس ذكاء البشر اللي عندنا اياه الكلب ما عنده اياه. هيدي لازم نوضحها للعالم تتعرف انه
الكلب عنده ذاكرة قوية بيقدر يتأقلم مع حيالله وضعية بتحطيه فيها، بس ذكاء ذكاء البشري لا هو ما عنده إياه. لكن بالنهاية بده طولة بال. أي 100% هذا المفتاح، وبدنا نفهم نحن حاجياته. يعني ما فينا نحط كلب على البلكون كل النهار والشمس ضاربة عليه، هذا كلب ممكن يموت بعد الظهر مثلا بالنهاية. ايه ولازم يشرب ولازم ياكل ولازم يزور طبيب، وضروري الكلب ياخذ كل لقاحاته، خاصه اذا بده يعيش بعائله فيها اولاد او كبار او ضروري الكلب يكون ملقح للاخر. يعني ما فينا هالشغله نهملها. بدي اتشكرك كثير وشكرا على المعلومات الحلوه يعني، صراحه لا يمل من الحديث معك من لما جينا انا ومهند ونحن قاعدين عم نسالك اسئله. شكرا كثير لك. بس شو رايك نروح نشوف مهند شو عم يعمل بغيابنا؟ يلا تفضل. استغلت الفرصة حاليا، نوار قاعد تسوي ميتنج مع مستر بول، هني تهني بالسباروم عشان اراويكم شو الاشياء اللي تصير حق الكلاب هني. مثل ما تشوفون احنا الحين في السبا، طبعا اذا فكرتوا بكلمة سبا على طول بيجي في بالكم ماي او ويت تقريبا. مثل ما نشوف المكان وايد ناشف وما في ريحة، ومرتب ومنظم بطريقة مش طبيعية، المكان وايد نظيف وحلو. هني يكون ميك اوفر حق الكلاب، سباحة، تنظيف، قص اظافر وكل شيء. مثل ما تشوفون حاليا انا قاعد هنا مع كلبي، طبعا هو خلص تقريبا الميك اوفر ماله بس مو كامل، براويكم بعد شوي بعد. بس المكان هنا وايد معقم ونظيف، حتى المعدات اللي يستعملونها هنا كامل نظيفه. فالحين انا باخذ موكا بخليه يسوي له ميك اوفر، خلي منوار تنصدم كيف راح تطلع موكا. الجزء اللي كتير حبيته كمان هون مهند، انه اذا انت كان مثلا عندك سفرة لا سمح الله مثلا مرضت وكان لازم تبعد عن كلبك، هون في اوتيل. اكيد نوار، مش اي اوتيل، اوتيل تقريبا 5 ستار عندهم. الاوتيلات الغرف الموجودة عندهم سويت وغرف عادية. عجبتني، انت تخيل انت حط كلبك والله بالسويت. وفي فكرة كمان انه الارضيات مهند ضد البكتيريا، مو بس بالاوتيل كمان بمنطقة الالعاب، محل ما كنا عم نشوف الكلاب عم يلعبوا ويتدربوا، كل الارضيات ضد البكتيريا لسبب كتير مهم، انه اطفالنا عم يدخلوا يلعبوا مع الكلاب. فهذا الشيء بيحميهم، بيحمي الكلاب وبيحمي الاطفال. اكيد نوار، اهم شيء نوار حتى الارضيات عندهم تتعقم دائما، حتى عندهم نوع خاص للتعقيم حق الكلاب، لان تعرفي الكلاب وايد سنسيتيف عند الريحه، فهم يستعملون نوع معين من التنظيف ان حتى الكلب ما يحس بهالريحه ولا يحس بشيء. حتى مهند انت اكيد رحت كثير عيادات، اول ما تفتح باب العياده بتشم ريحه، لان انت بالنهايه داخل مثلا عياده حيوانات، فمن الطبيعي يكون في ريحه. هون عن جد ما في ريحه، الامانه ما شمينا ولا ريحه. ايه بسبب المنظفات والمواد اللي بيستعملوها بتحس حالك انت بمكان نظيف. الحيوانات الاليفه متروكه بمكان نظيف، وخصوصا بعض الحيوانات عندها حالات مرضيه معينه، جدا مهم تكون بمكان نظيف. بس هلا نحن حكينا كثير عن الاوتيل، المشاهدين بعدهم ما شافوه، تعالوا شوفوا.
صراحة thank you على التجربة اليوم، كانت كتير حلوة، كتير استمتعنا، وخصوصا نحن متعودين نعمل هيك قصص أول مرة. نحن وصلنا لنهاية مشوارنا، راح نشوفكم الحلقة الجاي بتجربة جديدة، مشوار جديد، مكان جديد. باي باي.